مشاهدينا ولسه مكملين مع حضراتكم، وصلنا لفقره المطبخ. فقره النهارده بقى هتكون مميزه جدا لكل محبي السمك والجمبري والسيفود والحاجات الحلوه اللي كلنا بنحبها. النهارده ضيف هيعمل لنا اكله مختلفه. ضيف النهارده هو الشيف احمد جمال. ازيك يا احمد؟ عامل ايه؟ ازي حضرتك؟ كله تمام النهارده احنا معانا اسئله كتير، لان انا من محبي السيفود وكل حاجه جاهزين. في البحر يعني زي ما بيقولوا. بس قبل ما نبدا بقى قول لي هنعمل ايه ونحط المقادير وبعد كده نبدا كلامنا. بص احنا هنعمل طبق عالمي، هو مش ديفرنت قوي، بس التكنيك بتاعه هو اللي بيخليه يختلف. البتر فلاي شريم هو جمبري معمول مع صوص الزبده ومعاه خضار ستوي سايد جانبي، وهنعمل بتر ليمون صوص مع الجمبري عشان حاجه تكون بتلبق له يعني. بعد كده نتكلم بقى في الديتيلز. لا انا مصري بس يعني ايه العيشه بره مع في شويه هاي. حاجات خلت لا بحكم التعود من الناس اللي احنا اتعلمنا منها، لان احنا اشتغلنا مع مطابخ اغلبيتهم شفات اجانب مش مصريين. فهو اللي بيثبت في دماغك يعني. فيلا نقول يلا بينا. طيب خلينا نتكلم في الشريمب الاول. احنا عندنا الشريمب 300 جرام. طبعا الانجريدينز على حسب الكميه اللي انت هتعملها. هو بيتقسم جزئين. اول جزء ان احنا نعمل مارينيه للشريمب، بعد كده نشويه، بعد كده نعمل الصوص بتاعه. المارينيه بتاع الشريمب ليمون، وعندك بقى البهارات كمون فلفل اسود ملح سنه بابريكا خفيفه الماسترد، ولو عندك ديجون ماسترد يبقى احسن. وخلي العنب الاحمر واكيد الثوم، والمختلف شويه ان احنا نعمل شبت ناعم مش كل الناس بتعمله. ده بالنسبه لايه للشريمب. طب بعد التسويه هياخد بقى الزبده في الاخر خالص عشان لو عملناها في الاول هتتحرق. بعد كده السوتيه طبعا خضروات موسميه، يعني انت لو عندك بروكلي، عندك قرنبيط، عندك بطاطس، بس احنا دلوقتي هنعمله كوسه وجزر مشروم فاصوليا خضراء بقدونس، ده في الاخر خالص لانه ما ينفعش يتعرض للحراره. روزماري مع ملح وفلفل ابيض للتتبيل فقط عشان يكون طعمه اورجانيك او يعني ناتشرال شويه. جميل جدا. يلا بينا نبدا اول خطوه معانا في الوصفة الجميلة الحلوة دي. أول خطوة عشان نلحق بس الوقت بتاع الفيديو هنعمل سلق السوتيه. نحطين مية مغلية. بس سلق السوتيه طبعا لازم تعمليه على مراحل، لأن هو التسوية بتاعت الجزر غير الكوسة غير طبعًا. الفاصوليا فلازم ده ياخد وقته، وبعد كده بننزل الكوسة بعدها، بعد كده الفاصوليا بعدها. بالظبط. تعالى نتكلم في الجمبري برضه ما بياخدش سوا قوي، يعني في ناس تحبه، أنا ما بحبوش من نهائي. الجمبري مش الياف وانسجه، فبالتالي عامل زي القلب زي الاخطبوط، لو خدت تسويه زياده او اوفر كوكد ينشف مش يطرى. لما بيفرول يعني ما بحبوش كده، لان ما فيهوش انسجه. الفراخ واللحمه العكس، لو ادت الانصهار الكولاجين يتحول لجيلاتين فالحاجه تدوب. انما الحاجات اللي زي الجمبري القلب الكبده في حاجات ما فيهاش الياف وانسجه، ممكن تشم النار بس زي ما بيقول بالظبط. يعني لا مقدار تسويه معين لو عدته تبقى اوفر كوكد، ما ينفعش تتقدم. طيب خلينا بس في الاساس الاول يلا نعمل اللي احنا هنعمله النهارده. طيب شيف احمد، كنت عايز اسالك على حاجه، عشان في ناس كتير برضو يعني احنا اتكلمنا كتير عن الفراخ واللحمه بس ما اتكلمناش بشكل كده خاص عن الجمبري وعن انواع الجمبري. في ناس كتير تقول لك اصل انا هشتري سلة الجمبري ده ما اعرفش ايه نوعه ايه. قول لي كده انواع الجمبري عشان لما نيجي نشتري. لا بصي الموضوع اكبر من كده بكتير. الجمبري تقريبا 1800 فصيله او 1800 نوع. في منهم بقى الجمبري الاحمر الملكي، وفي الفيتنامي، وفي اللي هو بيقولوا عليه الازاز. اقول لك على حاجه، سيبك من كل الانواع، احنا نتكلم عن الانواع الشائعه في السوق او الانواع الشائعه في الاماكن اللي بيتباع فيها جمبري. لا حسب الدوله، حسب الدوله. ما احنا في مصر، احنا في مصر على فكره. في مصر اشهرهم ثلاث حاجات. اثنين مستوردين غالبا اللي هم الاماراتي والفيتنامي. ده بيبقى معلم معلم مجمد طبعا. انا مش بتكلم عن انواع دي خالص، لان انا عارفه ان احنا لما نروح الماركت والفريزر هنلاقي انواع كتير جدا، وممكن انا اكون فعلا ما عنديش خبره او ما عنديش درايه باني نوع اللي ممكن اشتريه. احنا بنتكلم عن انواع الشائعه اللي ممكن اشتريها من الراجل بتاع السمك العادي، وانا اتفرج كده على الجمبري واشتريه واحده بواحده. ما هو اعلى حاجه بالنسبه لمصر هو البحر الاحمر اللي احنا بنقول عليه الازاز. اللي يكون الطرف بتاعه من هنا لونه ازرق في اصفر. انا عايزاكم بقى تركزوا في كلمه الازاز دي، لانها ممكن يتقال طول عمري بشتري جمبري اصل ده ازاز يا فندم. انا بقى اجي افكر اقول الازاز ده ايه، انا ما اعرفش الازاز ده ايه. ما هو الازاز لون شكله او وصفه شكل. إيه؟ يعني لونه شكله هو لونه اصفر تماما، والديل من هنا لونه ازرق في اصفر، لازم تلاقي شريطين ازرق واصفر. اي حاجه غير كده اقول لك ازاز نوع ايه. مش احلى الانواع. هو هو في الجمبري الملكي بس مش موجود عندنا اللي هو الاحمر اللي بيقول عليه الروبيان. احنا بنتكلم والله عن الانواع اللي ده بيبقى موجود هنا فروزن.
هو هاي كواليتي جدا يعني، حتى كل ده موجود في مصر بنستخدمه في الفنادق وفي المطاعم. أيوة مش شرط عشان دوله ثانيه. عن عن الحاجات اللي بشتريها كده على زي فكره بالعكس بيتهيالك ان الفريش احلى بكتير. دايما الحاجه لو عدت على خط انتاج كويس وتعمل لها فروزن كويس او سبيد فروزن كويس هي 100%. عشان مش هنقدر نقول طبعا اسماء شركات او حاجات فروزن معينه، بس عشان كده بسالك على الجمبري العادي اللي ممكن كل اي حد يروح يشتريه ويعمله. وبعدين اقول لحضرتك على معلومه ما حدش يعرفها، 90% من الاماكن اللي بتشتري منها الجمبري بيكون اصلا فروزن كراتين ومن المتفضيه. يعني كل اللي في السوبر ماركت الكبيره الجمبري اللي بتشوفيه ده مش ازاز، لان الازاز احنا اتفقنا على لونه. فالجمبري الرمادي فيتنامي اماراتي نفس اللون نفس الهيئه، فانت بتعرفش طبعا هو بيفك من الفروزن ويحط عليه التلج والميه خلاص بقى فريش قدامك. لانه حتى ملوش مواصفات زي السمك، يعني السمك لازم سمكه معينه للحم، لازم العين تكون طالعه بره، لازم يكون الجلد بيلمع، لازم تكون الريحه فريش. الشريمب مش كده، فما تقدريش تحددي له معايير للاستلام ان هو يبقى فريش او بلدي او حاجه زي كده، لا خالص. هو مش يعني اللعب فيه كتير شويه. نرجع بس للطريقه عشان انا هنسى. يلا بينا. الباتر فلاي شريمب هو يعني بيقولوا عليه جمبري الفراشه، عشان بعد ما بيتفتح بيكون بالايه بالشكل ده. طيب احنا عايزين نتكلم على الجمبري اللي احنا هنعمله واللي احنا مش هنعمله. ماشي اوكي. يعني ده اللي احنا هنعمله بعد ما يتعمل له ماريني، بينزل كده في الطاسه الجريل وبيتشوح، بعد كده ياخد الزبده في الاخر عشان التيست بتاع الزبده يبقى طاغي في الجمبري. طب عايزين نقشر، يعني عايزين نقشر الجمبري بره بقى عن الوصفه اللي احنا هنعملها خالص. بتفتح نفس الفتحه وتشيل الايه الطبقه الخفيفه دي، بعد كده نشيل من هنا ونشيل من هنا. ده لو انت عايز الجمبري بالراس والديل. طيب مش عايزينه راس وديل، شكله حلو قوي في التقديم لما نسيبه بالراس والديل ونعمله في صينيه كده بيبقى شكله حلو. على حسب هيتعمل صينيه ولا مقلي ولا ايه. طب ده لو مقلي كل الاحوال بيبقى لازم حلو. نشيل الراس، ولما احنا بنعمله البريدنج بقى بالدقيق بيطلع ايه شكله مستطيل بالشكل ده كده بالظبط. طيب ده حاجه. لو عايزين نعمله راس وديل من غير ما نفتحه، من غير ما نفتحه بتاخد ايه الفقره الاخيره وتدخل فيها التوسبكس او سن السكينه، فبالتالي شايفين يعني تسحب خط الرمل من غير ما نجرح الجمبري عشان ما يتلويش بعد ما يتفتحش. ما يتفتحش بعد التسويه بتاعه. فانت كده بنقدر ننظفه والجمبري زي ما هو بالظبط. حلو جدا. لو انت حابب تشيل الرجول مش مشكله، حابب تسيبها مش مشكله. شوف احنا دلوقتي بنتكلم تقريبا في رابع او خامس طريقه، لان كل واحده من دول ايا كان الماريني ساعة التسوية بتطلع لك شكل وطبق مختلف خالص عن اللي قبله. طيب بعد ما عملناها كده دي نقدر نشويها يبقى سليم زي ما هو. طب نقدر نقشر ده سهلة، يبقى سهل جدا بالشكل ده كده اهو، اللي هو احنا بقى بالبلدي عندنا بنقول عليه راس وديل، جمبري المقلي الراس وديل. فكده الجمبريه متقشره والديل موجود والراس موجود، بتعمل لها بقى الماريني. مش مفتوح الماريني، وتعمل لها بريدنج، تكبسيها في البريدنج كده فبيطلع زي ما هو بعد التسويه في الزيت. او في ناس بتحط لها توسبيكس. طيب نكمل بقى تنظيف الوصفه الاساسيه بتاعتنا. سافرت انت كتير ورحت اماكن كتير، وقلت لي انا كان ليا شغل في كذا بلد، اكتر حاجه او اكتر اكله استغربتها ايه؟ استغربتها اسوان. اكل اسوان هو لذيذ بس غريب قوي. يعني زي يعني مثلا عندهم فطار رسمي اسمه بيض جاكوت، انا مش هنساه. البيض الجاكوت ده بيض بالملوخيه بس لذيذ جدا. يعني هو اومليت، بيض اومليت عادي خالص بس بتحط عليه ملوخيه خضراء من اللي احنا بناكلها بعد ما اصل الملوخيه برضه ما بتبقاش حلوه الا بالدقه وبالثوم. ملوخيه جاهزه، ملوخيه جاهزه على الاكل. الملوخيه الجاهزه اللي ما خلصانه خالص تاخدي منها شويه تحطيها على البيض قبل ما يطلع بدقيقه. لا ده بقى صعب قوي. عندهم حاجه ثانيه اسمها الكرماديد. الكرماديد ده هو مطبخهم غريب، المطبخ النوبي غريب، بس لما تيجي تدوقي تلاقي الموضوع لذيذ. يعني عكس اصل دايما انا بقول ان الاكل فن، فممكن انت تكون حاجات ما جاتش في بالك، زي ما انا دلوقتي استغربت جدا يعني ايه بيض بالملوخيه، لما تيجي تدوق ممكن الموضوع يبقى حاجه ثانيه. عندهم حاجه اسمها الكرمديد، اكمل لك عليه. ده دقيق وبيتلف مع زبده، يعني هو زبده بعد كده يحطوا الدقيق ويفضلوا يقلبوا فيه لحد ما يبقى حاجه غريبه كده، يحطوا عليها عسل اسود وتتاكل كده. بس دي ليها اسم ثاني ناس بيعملوها هنا، بس انا مش اسمها سخينه او ليها اسم كده دقيق. مع انا سمعت فعلا المكون مختلف قوي وتلاقيها تبع محافظه ثانيه. انا سمعت المكونات دي. لا اللفظ النوبي تقريبا اسمه كرمديد، فهم اكلهم غريب شويه. بس في تراث، يعني تلاقي الحاجه بقى لها 20 سنه و40 سنه و50 سنه
ده فطار البيت ما بيتغيرش نوي كل بلد. ده تخش البيت النوبي تلاقي كل يوم بيفطر البيت بالملوخيه والمش عارف ايه حاجات كل غريبه. كل مطبخ او كل بلد بنروحها بتتميز باكل حلو كده معين بيبقى ليه ذكريات حلوه وطعم كده معين انت مش بتنساه. في ناس لما بيرجعوا من البلاد دي خلاص بيقرروا ان هم بيميلوا للمطبخ ده شويه. ان انا مثلا سافرت كذا بلد في كذا اكله كده او مثلا المطبخ التركي اي مطعم اروحه هنا لازم اروح مطعم تركي من حبي في اكلهم. انت اكبر يعني اكتر مطبخ بتميل لي ايه او اكتر الاكل اللي تحبه تاكل ايه يعني؟ بصراحه بحكم نشاتي الخليجي يعني اي حاجه فيها رز بسمتي ولحمه وفراخ انا شغال. الناس اذواق. لا هو بيقول لك من شبع على شيء شبع عليه. فانا خلاص قعدت انا مواليد بره اتولدت في جده وقعدت لحد 20 سنه تقريبا يوم ويوم غداك رز بسمتي بقى في مندي برياني ايا كان اختلاف المسمى والفليفر بس هو رز بسمتي وفراخ او لحم. تحب الاكل السعودي ده 100% يعني ممكن يبقى فطار غدا عشاء بالنسبه لي عادي خالص. انما احنا كشيفس اصلا احنا بنزهق من اللي احنا بنقدمه يعني. انت لو شغال في مطعم سي فود تلاقي نفسك بتطلع بره بعد الشيفت بتاكل كباب وكفته. لو شغال في مطعم مشاوي تطلع تاكل الكشري. ما 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 بيجيش خلاص. نفسك في نفس الحاجه اللي انت بتقدمها قاعد بقى ليل ونهار قدام. فلا حياتنا صعبه في موضوع موضوع الاكل ده شويه. فاحنا كده بنخلص تقريبا الجمبري وتنظيفه. معلش هي العمليه بتاخد لا 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 بالعكس وقت بسيط بس هي دي يعني ابطا حاجه بالوصفه تقطيع وحاجات برده سهله وبسيطه. انت بتدي كورسات في الطبخ؟ انا بعمل كورسات في الطبخ حاجات ورك شوب كده يعني مش نقدر نقول مش كورسات كورسات بس انا من النوع اللي بحب ادخل العلم في الاكسبيرينس يعني. انا مش مقتنع ابدا بموضوع النفس. مش حاجه اسمها النفس. في حاجه اسمها خطوات وحاجات استخدمناها. سيبك من الخطوات. ما هو الخطوات دي في الاخر يعني تكنيك يعني ساينس يعني علم برضو يعني. هو الموضوع ما ينفعش دلوقتي يعني مثلا حاجه بسيطه زي الجزر والسوتيه. انت نفسك حلو في السوتيه بس ما خدتش بالك من تكنيك ان احنا عفوا ننزل الجزر قبل الكوسه عشان يبقى ده فيه نفس القطمه بتاعه ده فايه طلع لك هاي كواليتي تكنيك معين. انما انت نفسك حلو وماشي في التتبيله في مش عارف ايه. طب فين باقي الحاجات؟ صح يعني فين باقي الوصفه؟ فين باقي البيرفكت واي اللي انت بتشتغل بيها؟ انت بتشتغل ايه دلوقتي؟ انا بشتغل دلوقتي عندي كيترينج بطلع بعمل حفلات و ورك شوب وكورسات وانا بعمل حاجات كتير جدا متعلقه بالفود اند بافريج. غير كده ان انا بدرس في مجمع معاهد خاص بالسياحه والفنادق وبعمل كونسلتيشن بقى لعده اماكن يعني. في اماكن بتطلب كونسلتنت بس ان انت بتاسس لها المنيو بتعمل لها الاستاف بتحل مشكله هي موجوده عندها بتراجع حاجات في الريبورت في حاجات متاخره حاجات بتتباع حاجات ما بتتباعش تروح تعمل لها بوش اب كده يعني. حلو احنا كده خلصنا تقريبا الجمبري. احنا خلصنا بس لازم اهم خطوه ان احنا نشيل خط الرمل اللي احنا شلناه اول مره سحبناه ده. احنا كلنا عارفين احنا بننضف دايما الجمبري من منطقتي وبنبقى حريصين جدا جدا عشان ما نشيلش القشر الناس اللي بتبقى عايزه تقليه. ايوه لان دي فضلات ويعني فيها ميكروب عالي وسامه بنسبه كبيره لو اتاكل. طبعا انا بقى بمناسبه مقفوله ومفتوحه عشان النقاش ده كان موجود بره. انا ضد اي حاجه مش متنظفه. بس عايز اقول لك على حاجه بمناسبه ان احنا النهارده بنعمل سمك. في ناس كده تقول لك انا هاخد سمك احطها على النار اللي هو بقى تقول لك انا هرجع للطبيعه. بالظبط انا بقول لك ضد اي حاجه مش مفتوحه مش متنظفه. انت عندك علم الطعم يعني احمد الطعم بيفرق بس السمك المشوي في ناس تقول لك انا هعمله برده ومش عارفه ايه والحاجات اللي انت عارفها دي. طب بصي خلينا واضحين في حاجه ونتكلم خلينا عليها. نتكلم عشان برده كل الناس انت مش هتحس الطعم الميكروب يعني. انت الجمبري طعمها حلو جدا. طب خلينا نقول ما هو في ناس تقول لك اصل لما اشوي حاجه او تشم النار او تيجي على النار كل الميكروبات اللي فيها هتموت. جميل جدا. بما اننا بنتكلم بقى في الفود سيفتي هنروح لحته ثانيه حساسه. ايش ضمنك انك لما تسوي دي عملتها بترمومتر فشفت درجه حراره الداخليه قد ايه؟ هل عدت ال100 فقتلت كل الميكروب؟ نو واي يا جماعه. ما انت تعمل سمكه مقفوله اكيد برضو لما النظافه في السمك زي ما هي بتبقى ريحه كمان الزفاره بالنسبه للطعم. حتى لو السمكه مقفوله انت هتاكلي الجزء اللي فيه اللحم هتبسطي والديليشز وجميل جدا. بس انت دقتي مكروب تعرفي الجرثومه دي طعمها ايه؟ مستحيل تعرفي. ده بيبان بقى بعد يعني على المدى. وممكن يبان مع ناس في تاثير لحظي. يعني ممكن بعد نص ساعه ساعه تلاقي نفسك عندك مشكل بسبب ان انت اكلتي حاجه من تنظيف السمك او اتعاملت بقى مع طلبه. ده اكسبيرينس صعبه قوي قوي. احكي لي بقى ازاي والتعامل كان ازاي خصوصا الطالبات. الكورس بيبقى غير المعهد او الجامعه. لان في الكورس انت اصلا محدده او بتعملي استقطاب ان المينتاليتي اللي انت جايه تدرسي له ده هو كله اصلا عنده الباشون وعنده الاستطلاع ناحيه المهنه.
طيب في الاماكن التعليميه لا العكس، في 60-70% منهم عايز الشهاده، في 60-70% منهم مش اصلا ما عندوش اي توجه ناحيه المطبخ او الاكل او كده، فده بيواجه معاك صعوبه جامده. خلينا بس نعمل المارينيه. يلا نعمل المارينيه دي اللي هي الصوص بتاعها المارينيه بالفرنساوي يعني نقع، فالمارينيه دي اللي هي منقوع او المارينيه اللي بيتنقع فيه البروتين او الفراخ او اللحمه او ايا كان. التتبيله بالبلدي. استنى عشان ده اتقطع. مش مشكله، احنا بس في ناس كثيره قوي بتبقى عايز تسال عن غسيل، احنا في حلقات كتير فهو هنا دايما بنتكلم عن نظافه الغسيل الفراخ او اللحمه، دايما بنحب نعرف غسيل الفراخ ايه الصح ونغسل اللحمه ازاي صح، لان في ناس بتستخدم مواد ثانيه. طيب. عايز اعرف بقى الغسيل الصح للجمبري بيكون ايه؟ طب ما تخلينا نتكلم في الفراخ واللحمه عشان في معلومه عدت على دماغي كده مش قادر اعديها. احنا قلنا على فكره كتير جدا، قلنا ازاي نغسل اللحمه وازاي نغسل الفراخ سلامه الغذاء، ان الناس كتير جدا ممكن يستخدموا حاجات غلط، بس عشان كده النهارده عايز اتكلم عن الغسيل للجمبري بالاخص سلامه الغذاء بقى. بس هو الجمبري مش خطر زي الفراخ واللحمه. طب يلا نقول الفراخ واللحمه عشان الفراخ واللحمه نوي ان هم يتغسلوا، يعني اي حد يقول ان الفراخ واللحمه بيتغسلوا. عارف انا واحده صاحبتي بتغسله بايه؟ عارف الماده اللي بتستخدمها في غسيل الصحون؟ عادي بقى بجيب لي بقى الحاجه بتحط في الحوض بقى وتغسل بقى كله مع بعض. دي في عالم تاني خالص. والله انا بكلمك بجد. بص نو واي ان احنا نغسل فراخ او لحم. لان ده بيدي محيط للبكتيريا ان هو يعيش اكتر. انت بتديها H2O بتديها هواء وميه، فالبكتيريا دي بتنشا اكتر مع الميه. الواي الوحيده لو مثلا احطه لم لو حطينا بنزين مستحيل مستحيل حاجه اسمها فراخ او لحمه تتغسل. احسن حاجه صدمه النار. ولا صدمه النار، في حاجه اسمها محلول النقع. محلول النقع ده الطريقه الوحيده ان انت تعقمي البروتين بتاعك. ازاي؟ بيكون ميه وملح وسكر وروزماري واعشاب عطريه، ولازم يتساب فيها من 18-24 ساعه لحد ما يخلي الانسجه تطرى تماما ويعقم اللحمه والفراخ. بعد كده بتطلعيها تنشفيها وتبداي بقى في ال. طب افرض مش عايز اعمل، انا بقى جايبه فراخ ولحمه عشان اقعد 18 ساعه. انا بكلمك على السيستم العالمي. يعني انا واحد من الناس اكيد 100% ماما ما بتعملش كده في البيت. طب ما انا عايزين بقى الحاجات العمليه. بس احنا في الفندق، طول ما انت لابس ده لازم تمشي على المعايير بتاعته. انا بكلمك في الفود سيفتي، احنا في اغلبيتنا في البيوت. طب عايزين نتكلم في البيت يا شيف، عشان في ستات ما بتصدق تجيب الفرخه وتحطها كده، يعني تجيب الفرخه من هنا وتحطها في الحله من هنا، هنعمل ايه بقى في الكلام ده؟ انا ما تاخديش مني معلومه احاسب عليها بعد كده في البيت. انا ما اقدرش اقول لك اغسلي الفراخ. ما اقدرش. طب طب الجمبري خلاص، احنا قلنا قبل كده كان معانا فقره عن سلامه الغذاء، وقلنا ازاي نغسل الفراخ واللحمه بالطرق السليمه والصحيحه. طيب لازم نتكلم عن ازاي نغسل الجمبري. الجمبري يتعرض لميه عادي جدا جدا جدا، انت بتغسليه ما فيهوش اي مشكله، لان نوع البكتيريا اللي بيعيش فيه مش نفس نوع البكتيريا اللي بيعيش في الفراخ واللحم. فمتطلبات البكتيريا في المعيشه بتاعتها مش موجوده مش في الفراخ موجودة طبعاً. فسهل ان انت تغسليه هو او السمك. طيب احنا بس عايزين نتوقف كده دقيقه نشوف ان انت الحاجات اللي احنا ان انت حطيتها في محلول النقع اللي انت قلت لي عليه، حطيت ملح وفلفل؟ لا ده المارينيه. مارينيه كذي معايا. محلول النقع بتاع الفراخ واللحمه ده المارينيه اللي احنا هنتبل بيه الجمبري. قول بقى المعايير اللي حطيتها كده. انا شفت محلول احمر ماسترد، خلي عنب احمر، توم، البهارات ملح وفلفل وكمون وبابريكا، وبعد كده ليمون، وباقي الحاجات دي كلها هنشتغل فيها، والشبت اخر حاجه بنحطه هنا. حلو جدا، شكله رهيب. كلنا هناكل على فكره. انت حطيت خل، خل اللي هو خل عنب؟ خل عنب احمر. انا اعرف اللي اعرفه خل تفاح. خل عنب احمر بيدي نفس نكهه الخل العادي ولا لا؟ ده انا بشتغل بخل عنب احمر، خل عنب ابيض، خل كريز، خل اناناس، خل روزماري، خل نعناع، خل زعتر. دول السبع انواع خل بشتغل بيهم، غير بقى خل القصب وخل الرز دول يعني. طب يعني نفس الطعم تقريبا؟ لا لا لا، في لزع كده ولا مستحيل يكون نفس الطعم ولا نفس الطعم ولا نفس اللون ولا نفس التركيز. يعني الخل العنب الاحمر. بس الجمبري كله عشان انا هاكل معاك دلوقتي. ماشي، كنت سايب دول كده في الاخر. لا لا ما تسيبهمش، مش عايزين نسيب حاجه. شكله يجنن. طب احنا عايزين نشوف الجزر شغال عليه. انا موطي عليه خالص. حلو جدا، عايزين نعلي بقى عشان نخلص على طول عشان يطلع في نفس الوقت. بس احنا هنشوف الجزر وصل لانهي درجه من التسويه. عندنا لسه حاجات كتير عايزين نخلص على طول. لا خالص، الصوص بتاع الشريمب بيتعمل في نفس الطاسة اللي بيتعمل فيها الجمبري، يعني لازم تستني الجمبري يخلص عشان ياخد نفس التيست بتاعه. طيب ده كده خلاص،
اقول لك بقى اللي يفرق السوتيه عن الاماكن اللي بره. اللي يفرق السوتيه ان احنا بنعمل له حاجه اسمها اكسيدنت اللي هي الصدمه، اللي هو اول ما يطلع من النار السخنه لازم ينزل في ميه ساقعه متلجه مع تلج فيحفظ قوام السوتيه. فانت لما تاكل السوتيه تحس ان هو ني بس مستوي، يعني هو مستوي بس فيه بيقرش. مش اللي هو يعني مهري. لا مش مهري، ما هو بقى مش مهري دي متوقفه على التلج، صدمه التلج. انا مشاكلي كلها في الموضوع ده. تكنيك بسيط جدا، انا بقول لك الموضوع ملوش علاقه بالنفس قد ما له علاقه بالعلم. انت ممكن تقولي بتعملي احلى طعم سوتيه في الدنيا. انا دلوقتي سلقت عملت خضار سوتيه، اول ما طلع الخضار سوتيه خلاص كله حطيت الجزر الاول، انا مش عارفه بعد كده الفاصوليا عشان تخلي كله نفس التسويه. الكوسه والفاصوليا والبسله ممكن احطها برده بعد الجزر بشويه. ولو بسله فروزن تقدري تعمليها في الطاسه في نفس الوقت. الطاسه لوحدها. طيب بعد كده اول ما طلع بقى الخضار ده كله المفروض ان انا احط في ميه ساقعه تلج، ميه ساقعه تلج لازم يكون درجة حرارته عكس درجة الحرارة بتاعة المية تماما، نتماسك بالشكل القوام بتاعه في نفس الوقت يكون مستوي. طب حلو جدا، لان في ناس كتير كانت بتعاني من الموضوع ان انا بعمل خضار سوتيه بس للأسف الخضار السوتيه هنا معايا بيتهري شوية. ما انا بقول لك في اول الكلام قلت لك ايه، انت ممكن تكوني بتعملي احلى تتبيلة للسوتيه احسن من اللي انا بعمله بمراحل، بس الكواليتي بتاعه مش مظبوطة. زي الباستا مثلا، الباستا في ناس بتعملها يعمل لك الصوص والحاجه كلها بيرفكت طعم خرافي، بس تيجي تبص على المكرونه مش الدنت، يعني مستويه زياده او مستويه ناقصه او ايا كان، هو عامل باقي كل الحاجات كويسه. فدي هي اللي بتخلف في طعم المكرونه نفسه سواها مش حلو. نجيب بقى الجريل نعمله دبل عشان ايه، انا عايز درجه حراره عاليه جدا. طيب هنتكلم في الزبده والزيت. يلا احنا هنحط زيت في الاول ليه؟ خلي بالك البتر البتر فلاي شريمب ده له عده تتبيلات، يعني مو في ناس بتعمل المارينيه ده بتعمل معاه ميكس في الزبده وبتحشي الجمبري. انا ضد ان الزبده تتحرق في الاول. خلاص يبقى تيست الزبده ضاع، بروتين الحليب بيتعرض لحراره عاليه فاتحرق فمش هيوصل لك طعم الزبده. فاحنا هنخلص كل حاجه بعد كده نحط الزبده في الاخر ونلف بيها الجمبري يبقى فيها طعم وريحه يعني سترونج باينين. ماشي يلا نبدا مع بعض. استنى عشان انا بحب ابقى ايه مرتب. كل الناس اللي بييجوا المطبخ دايما بيبقى عندهم حته التكنيك النظافه ان هم يشيلوا كل حاجه وراهم، فبحس ده من شطاره الشيف. من الهيستوري بتاعه برضه، انت ما بتسمحلكش، انت من اول ما تكون متدرب الهيوجين رقم واحد، اعمل اكل وحش بس امشي على الهيوجين. اعمل لنا خساير بس امشي على الهيوجين. فبعد كده بتمشي معانا. انا بعمل مشاكل في البيت. يعني ممكن الاقي ماما مثلا بتغسل الفراخ ابوس ايدي كانت بتغسلها. بلاش بقى، لسه بقول لك دلوقتي كانوا بيغسلوها بمسحوق الغسيل المواعين. احنا حطينا زيت. بس هنستنى يسخن بدرجه حراره عاليه تماما عشان يعمل لنا لون زي الجريتان اللي بيخش الفرن. كده نشتغل الايه. ناخد له 5-6 دقايق. نخش على ايه تاني؟ الصوص. احنا كنا في التكنيك اللي احنا هنعمله في الجمبري. الصوص انت ده بيستخدم في الستيك وفي الفراخ وفي حاجات كتير، ان انت مجرد ما تخلصي تسويه في الحاجه اللي في الطاسه او اللي انت بتعملي فيه بتشيلي الجمبري او الفراخ او اللحمه او الستيك، فبيفضل الفليفر بتاع الحاجه دي، فبالتالي بتكملي بقى الميه او الكريمه او ايا كان الانجريدينتس اللي هتحطيها في نفس الطاسه عشان ما يبقاش صوص كانك عاملاه يعني بره الاكله، لا كده الصوص هيبقى فيه طعم وريحه الجمبري فهيكون مش بيلبى او مناسب للايه للباقي الطبق او باقي السفره اللي بتعمليه. بس مستنيين الطاسه ايه تسخن. انا متشوقه جدا ان انا اكل الجمبري لان فعلا عمله بطريقه حلوه جدا 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 وتفتح النفس. استمتعت جدا. في ناس بتحب تزود بقى تقول لك خلاص انا مش هعمل رز مثلا دلوقتي مع الجمبري، عايزه ازود نوع خضار تاني او اعمل خضروات مشكله اكتر. ممكن اعمل بقى ايه جنب الجمبري ده؟ اعمل خضروات تانية غير الخضار السوتيه؟ حاجات بتحبي، في ناس بتحب يزودوا بقى. ما هو الخضار السوتيه نفسه احنا نقدر نحط كمكونات كتير قوي، يعني انت تقدر تحط الامريكان كورن اللي هو السليم، بسله، بطاطس، قرنبيط، بروكلي مثلا. لا حاجات كتير. ممكن اعمل ايه جنب الجمبري غير الطبق الخضار السوتيه لو في ناس الماجد بتيتو؟ انا بحب الماجد بتيتو قوي. بس مش بتليق مع اعتقد مع الجمبري. لو عملناها بنفس الكونسبت، لو انت خلصت الجمبري وعملت الماج بتيتو في نفس الطاسه وديتها شويه الكريمه وملح وفلفل ابيض هتلاقي ليها تيست مختلف خالص، بس قال له ده سنه شبت. غير ان انت تعملي الماج بتيتو اللي بتقدم مع اللحوم. نفسي يا شيف احمد على اكلات، اروح دلوقتي ايه اخرب الدنيا في المطبخ عندي. طيب
بعد انا برضو المش بوتيتو فعلا بتبقى حلوه جدا، بطاطس وملوخيه بقى، رز الصياديه ده الجميل بيبقى هو البراون رايس هو الغالب في الامور طبعا. طيب احنا دلوقتي طلعنا مثلا مع الخلطه اللي انت قلت لي عليها، هنطلع مثلا انت كنت هتحط هنا الجمبري، نحط بطاطس مسلوقه، ده اللي عايز يعمل نفسه. لا نطلع بقى الجمبري في الطاسه ولا بنغير الطاسه كلها؟ تتكلم على الماش بوتيتو ولا كيوبس قطعة؟ لا احنا خلاص سلقناها في حلة. بتطلعي بقى الجمبري وتطلعي كل حاجة وتسيبي مكان الشريمب هنا، مش عايز اقول الحرق بس الفليفر المتبقي في الطاسة، بعد كده التهريسي هنا وتتبلي، فيطلع طعمه نفس كونسبت الصوص بالظبط. بس البطاطس الحلوة بقى. بس البطاطس واخدة طعم الجمبري مكان الصوص. حلو جدا. طب احنا بقى عايزين عشان وقت الفقرة. معلش معلش والله. طب انا حاسة ان على فكرة هي مش 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 ما اشتغلتش. لا اشتغلت، بس انا محتاج درجة حرارة عالية عشان الجمبري هينزل يعمل مية فيبقى عامل معانا زي الشرب. هو ده تكنيك تاني في الفراخ وفي اللحمة وفي الجمبري. ينفع نحطها على الحل على العين الكبيرة خلاص دي خلصت، هنشيلها حالا. صفات كتير جدا اللي بيحب ياكل جمبري، ممكن نعمل معاه رز وممكن نعمل معاه ماش بوتيتو، ممكن نعمل حاجات كتير جدا جنب الجمبري. في ممكن ناس بيحبوا برضو الخضار السوتيه، فعندنا اختيارات كتير مع الجمبري. اهم حاجه في الدنيا دلوقتي الجمبري بس كده، عشان الهاند جلافز الاسود ما بيتلبس. ما بنرميش في الطاسه خالص الباتر فلاي عشان يطلع بالشكل المطلوب. اوكي نقصهم في الطاسه كلهم كده زي ما بنشوف في المحلات. واحنا في العادي عندنا بنشتغل على درجات حراره اعلى من كده بكتير جدا. تقدري تتحكمي في ان الحاجه تنزل السائل ولا لا، انها تاخد جريتان سريع ولا لا. طيب في ناس الصراحه ما عندهمش برضو التكنيك الصراحه ان هم يعني يطلعوا الجمبري زي ما انت طلعته كده باتر فلاي ومفتوح كده زي الفروشه. في ناس الوصفه تفرق او الطعم يفرق يعني في الاخر، او نضفه عادي سابوا الجمبريه وحطوها زي ما هي كده من غير ما ينضفوها؟ ينضفوها بس ما يفتحوهاش ويفتحوها بشكل. فرق ان الفليفر يخش جوه، ما احنا لو عملنا كده اهو وتبلنا يعني هيكون مكان التتبيله او الطعم محدود. لكن لما بتفتحيها الدنيا بتختلف، يعني بتضمني 100% ان هي تخش في كل قطعة الجمبري. احنا كده محتاجين نشيل السوتيه. احنا معانا اسئله كتير عن الجمبري وعن السيفود يعني حاجات كتير جدا عايزه اسال فيها، بس عايزه الاول نشوف الجمبري هيطلع شكله عامل ازاي والطعم عامل ازاي، ده مهم جدا. احنا في صوص، طب انت هتحطه فين؟ مش هتزوده على مش هتضيفه لل لما الجمبري يخلص؟ يخلص بالنسبه للانجريدينتس بتاعته. ما هو اوت اوف ذا بوكس يعني طلع كده ايه سريعا سريعا، هو نفس اللي احنا عملناه، مش هفيش اي فليفر، هنحط الكريمه مع شويه ليمون بس في نفس الطاسه اللي احنا عملنا فيها الجمبري. احنا لسه قدامنا 10 دقايق عشان يستوي. يعني 8 دقايق ماشي، النار بس النار تكون اسرع معانا شويه. في خلال الوقت ده بقى ايه نجهز الخضار السوتيه. احنا كده حطيناه فعلا على العين الكبيره عشان يستوي. لو معانا بقى حاجه ثانيه نجهزها هو السوتيه، الخضار السوتيه. هنجهز بقى الخضار السوتيه مع بعض. ما انا مش عايز اعمله بدري شويه عشان ايه؟ لا هو عشان احنا عندنا وقت ما يبردش. طب احنا معانا قد ايه؟ لا 5 دقايق. 5 دقايق ماشي، عايزين بقى على قد ما نقدر. اوكي والله بستنى النار والله. ماشي، احنا كنا اصلا المفروض كنا الاول حطينا اول حاجه الجمبري وبعد كده اي حاجه ثانيه، اهم حاجه الجمبري عشان يستوي. هو الوقت برده معاكي جري بسرعه، الواحد ما حسش بالنص يعني. وانا والله ما حسيتش، انا بس فوجئت ان هم بيقولوا لي ناقص فعلا 5 دقايق. الناس مبسوطين يكونوا استفادوا من بعض التكنيك. استفادوا، وانا كمان هديهم البصمه الاخيره ان انا اقول لهم ان انا دقت الجمبري. يلا انا مستني الشهاده دي. يلا بينا. كنت في عزومه قريب، كان حد عامل اكله حلوه جدا وسلطه اول مره ادوقها او اول مره اشوفها. كان معمول صينيه كبيره فيها جمبري جرجير ومتقطع كسرت اللي هي فيها ايه بقى؟ جرجير بنجر شيري توميتو. لا هي جرجير بس ومعاها المشروم متقطع قطع من غير ما يستوي، ومعاها فاصوليا حمراء. بس انا استغربت جدا من المشروم ان هو ما يستوي، دي اول مره معلومه. مش مستوي؟ مش مستوي، متقطع كده لوحده ولا معمول على البخار ولا معمول على اي حاجه. انا لا هو بيتاكل ني، هو بيتاكل بس انا كنت خايفه، قعدت اقول هو ايه ده، هو ده حقيقه، هو ينفع كده؟ فعشان كده بسالك ان لازم يتقطع ويتاكل في قطعه على طول ولا ده عادي حاجه عاديه؟ احنا مش معتاد علينا. المشروم نسبه كبيره جدا منه ميه، يعني هو اصلا 70 او 60% منه ميه. فاحنا بنسويه عشان الكواليتي بتاع الاكل بتاعه،
بس هو ينفع يتاكل كده زيه زي اي نوع خضار، بس مش الكواليتي المطلوب. نطلع بقى الخضار كده. الجمبري قرب متهيألي. خلاص الجمبري فاضل دقايق معدوده، انا عايز بس اوديك قدام الكاميرا. جايب الكلام ده ولا هي إيه؟ هو هي جايبين الكاميرا من فوق بتصور كل حاجه. طيب الخضار السوتيه طبعا احنا سايبه عندنا وقت ان احنا نعمل الصدمه اللي احنا قلنا عليها. الزيت وهنحط لبسه صغير خالص من الزبده. يبقى كده هنشوف. نفسي اتفتحت وتلاقيني بقى ايه خلاص سكت كده، اعرفه ان انا خلاص عايز اكل على طول. الوضع مشوق. ايوه الوضع فعلا والشكل العام مشوق فعلا ان انت تدوق. احنا كده حطينا السمنه الزبده وحطينا الزيت. انا كنت عايز اسالك على حاجه، في ناس بتستبعد الكيوبس اللي احنا اللي هي الزبده دي وتحط سمنه بلدي، ده ينفع ولا لازم زبده؟ لا معلش قولي لي تاني. في ناس بتستبعد الفليفر مختلف. الفليفر مختلف سمنه وزيت عادي يعني في البيت، فممكن انا استبعد بقى كلمه زبده كأي مرأة مصرية تقول لك خلاص هو عادي الزب ايه الفرق بين الزبدة والسمنة عادي، فتحط لك شوية سمنة. بيختلفوا بقى في أكلات معينة زي الجمبري ده لازم له زبدة. طبعا يختلف في الطعم. هو بتر فلاي شريمب بنعمله سمنة فلاي شريمب بنعمله مستحيل. طب احنا عشان خلاص وقت الفقرة انتهى، واللي بقى هنعمل ايه كده في سريعا؟ خلاص احنا هننزل السوتيه، هنعمل له نعتبر ان احنا هنعمل له الصدمة، بعد كده هنشوحه هنا وهنشوحه هنا مع عود من الروزماري الفريش. ممكن نحط طب الخضار على طول عشان حتى ياخد الشكل بتاعه. يلا يلا حالا اهو حالا اهو. خلاص يا جماعه احنا والله باقصى سرعه شويه من السويت كورن. يلا بينا وهنجيب الخضار اللي عملناه. بس هنعمل له الصدمه، بنعمل ده بس عشان الوقت. هو هيتصدم يتصدم هو دلوقتي. لا الصدمه في التلج. لا خلاص يبقى دي طريقه ثانيه احنا كنا عملناها دي. هنقلب بعد كده المشروم. مشروم فلفل ابيض مش اسود عشان ما يغمقش اللون. تمام. بابريكا وملح. نحط ملح بس. بس عشان يكون طعمه ناتشرال قوي يعني. رشة بقدونس في الاخر خالص. حلو جدا. خلاص اعتقد الجمبري كده خلاص استوى. هو الجمبري احنا بنقدمه اهو. وهنحط بقى الصوص عليه. شوف احمد انت نورتنا النهارده. واكله مميزه وجميله وكل الناس بتحبها الجمبري، لما تزهق كده من الفراخ واللحمه ما بنلاقيش غير السي فود نروح له، جمبري بقى سمك اي حاجه. اهم حاجه طبعا الوصفات او المقادير اللي احنا بنضيفها للجمبري والسمك، ده بيخلي الموضوع مختلف. هنعمل دلوقتي خلاص اخر حاجه اللي هي الصوص. الصوص اللي احنا عملناه في الاول. اول حاجه انت صوص كده كده مجهزه؟ لا هو الكريمه والليمون في نفس الطاسه بس كده. كده احنا ممكن بقى نرفع السوتيه. خلاص هيطلع خلاص نرفع عشان نقدم، نحط حتى يبقى عندك الطبق التقديم، لان احنا لازم نطلع دلوقتي. يلا حالا. شايفين يا جماعه طبق فعلا جميل جدا جدا وفيه كل العناصر الغذائيه، حتى فيه مشروم وخضار وحاجات كتير حلوه. احنا كده خلاص ممكن نشيل بقى الغطا ونخلي الصوص ده حتى في جنب، مش لازم نحطه على الصوص. هيكون في جنب مش هيكون في نفس ال. خد طبق اهو، انا معايا طبق اضافي ممكن يبقى ريمكن صغير عشان يمشي مع شكل الطبق. بنشكرك جدا جدا وكانت فقره جميله. احنا بنشوف مع بعض احلى طبقين انا عملتهم في فقرات المطبخ، وان شاء الله نعمل فقرات ثانيه مطبخ تعجب حضراتكم. بنشكرك جدا يا شيف. ربنا يخليك يا رب. خلاص بقى احنا ممكن نشيل الطبق الجمبري. احنا ممكن نشيل بقى الجمبري ده، نشيل الغطا بتاع الحله ونشيل الغطا بس. خلاص بس نشيل الغطا اللي هناك عشان نقدم الطبقين. مشكورة جدا. لا نجيبه بقى هنا عندي. اشيله حالا. تسلم ايدك. احنا شايفين دلوقتي احلى الطبقين. بنشكر ضيفنا اللي كان منورنا النهارده الشيف احمد جمال. ان شاء الله استنوني وحلقات متميزه جدا من هو وهنا. فقرتي كده انت هتشوفكم على خير. الى اللقاء.